حقيقة جيت أضامن ويا أهلي وناسي أهل الكاظمية الأبطال أهل مدينة الطي. هاي المدينة المكوبة صارنا سنين إحنا نطالب بحقوقها والبناء. حقيقة اليوم هاي التظاهرة شفتوا أنتم، شيخ العشيرة انضرب، الشاب انضرب، الناس انضربت، داسوا نعمة الله بالقاء الفشار. ليش هذا الحكم؟ ليش هذا ضارب يكلم خشمه وهذا بوجه وكذا؟ يطالب بأبسط حقوقه. هذا العنف نوش من الأجهزة الأمنية، يطالب الدستور إعطاء حق المطالبة بالتظاهر لاستجلاب الحقوق. ليش هاي العنف؟ فبالتالي أنا جيت كرجل دين الضامن ويا هؤلاء العشائر، ضروري يتحقق مطلوب، ضروري هو فتح البناء على المناطق الأخرى. اتفقنا بين البلدية والأجهزة الأمنية تفتح، لكن في حد الآن كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. بالعكس قالوا نلغي كل شيء، يعني نلغي حتى الأمر السابق.